مقال يعني ساخن كمان. يعني المقال الساخن. نعود إليه لاحقا. نعود له نعم لاحقا. نعم هلا يعني فيما يتعلق بالاستراتيجية، استراتيجية التعليم بالأردن، الإشكالية الأساسية هي عدم وجود استراتيجية من الأساس. يعني لدينا مجموعة تعليمات، إجراءات، فزعة ترافق كل وزير تربية يأتي إلى الوزارة، يذهب الوزير، تذهب معه كل هذه الإجراءات وكل هذه أنا كنت أقرأ الاستراتيجيات. باستراتيجية قبل أيام، وبعد ما قرأت نصف الاستراتيجية اكتشفت إنه كاتبها خالد طوقان قبل مش عارف كم سنة. نعم، كل يعني كنت أعتقد إنه هاي استراتيجية اليوم مش محطوط عليها التواريخ، ولكن عندما عدت لبداية الصفحة وجدت إنه هاي الاستراتيجية كتبت قبل سنوات طويلة ولم يعمل بها. دكتور، هي نفس ال... هي هي اي يعني اي وزير ياتي الى وزاره التربيه يطرح نفس عمليا الاستراتيجيات. نعم يعني اول مع بدايه وصول اي وزير يبدا الحديث عن اصلاح الثانويه العامه. يعني نعم هذا اصبح مثل الفرض نعم مع نعم كل نعم صحيح وزير. نعم صحيح ونبدا بمرحله الصراع مع الثانويه العامه واجراءات اصلاح والى فصل أو اخره، فصلين، سنة أو فصلين سنتين. ثلاثه. نعم بيذهب الوزير، يعني تبدأ الأمور بالاستقرار إلى حد ما، بيذهب الوزير، بيجي وزير جديد، تبدأ حالة من جديد، نعم تعيد نفسها من جديد. الآن هلا تعقيبا على كلامك، عمليا قديما بالفعل يعني هنالك معطيات. هل هذه التكنولوجيا الحديثة هل ساعدت في عكس هذه الفلسفة والاستراتيجيات الحديثة ووسائل التعليم؟ أنا بقول إنه لا، عمليا لا، لأنه في عندي مرتكزات أساسية يجب أن تكون موجودة، خلينا نسميها بنية تحتية. يعني بداية لازم يكون في عندي مناهج تشابه المناهج القديمة اللي إن شوي حضرتك ذكرت زمان ليش كنا مبدعين، لأنه كان في عندنا مناهج يعني تحترم العقل البشري، تحترم عقل الطالب، كان في عندنا حالة اجتماعية تحترم المعلم ووضع نعم صحيح. المعلم، نعم صحيح. وبالتالي هنالك هيبة للمعلم. هذه الهيبة تنعكس بشكل فوري على الطالب نفسه وعلى التزامه واحترامه طب للأستاذ. من ساهم في تبديد هذا النوع من الاحترام وهذا الهيبة اللي كانت لدى المعلم؟ يعني هناك أكيد عوامل ومؤشرات كثيرة ساهمت بدون أدنى شك في انه المعلم يصبح يعني يصل الى هذه الحاله الصعبه صحيح. بصراحه. يعني بدايه، يعني رقم واحد، سياسات التربويه بالاردن تقود الى هذا الموضوع، من خلال جعل مهنه التعليم مهنه طارده. فبالنهايه من ياتي الى مهنه التعليم هو من لا يجد عمل عمليا، لانه الوضع المادي للمعلم يعني لا سيء يمكن، للغاية. يعني سيء للغايه. نعم. فبالتالي انا بدي اعزيها يعني بشكل اساسي لسياسات الحكومات المتعاقبه اللي رسخت هذه المفاهيم، بالاضافه الى الاجراءات اليوميه العاديه المدرسيه. الاجراءات يعني ما هو